حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم برحب بكل حضراتكم في بداية حلقة جديدة من طاقة نور في الجزء التاني من حلقتنا النهارده هينورني وشرفني الدكتور مصطفى الأكريشي الداعيه الاسلامي اللي مشكورا هيعرفنا كلنا كل التفاصيل المتعلقه باثنين من اهم المبادرات اللي بتقوم بيها وأساسة نبض الحياه اما الجزء الاول فانا منورني ومشرفني ومباركني بحضوره الكريم فضيله العالم الجليل دكتور مجدي عاشور يا مساء الخيرات يا دكتور مجدي مساء النور كل سنه وحضرتك في احسن صحه صح وحال يا رب بكل خير والساده المشاهدين جميعا اللهم امين يا رب العالمين احنا النهارده عايزين نقف مع فضيلتك عند الايه الكريمه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون واستاذنك تكون البدايه في شرح العلاقه ما بين البر والانفاق وليه مما تحبون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه طبعا إحنا الإنفاق عندنا ده شيء مهم أساسي لإني ترجمة عملية لما في القلوب الإنفاق في سبيل الله الانفاق والوقوف مع المحتاجين ده في امتثال للشرع وفي نفس الوقت يبين قلب الانسان انت لا تجد منفقا مخلصا لله الا وقلبه طيب طيب, طيب. بمعنى في شيء من السلامه الكبيره في شيء من البذل والعطاء طبع. لذلك هنلاقي ان الانفاق جه شوف مقرون بإيه في اول سوره بعد الفاتحه في القران م. الف لام م ذلك الكتاب لا فيه هدى للمتقين من هم الجميل. الذين يؤمنون بالغيب وجيب الغيب ده يعني يؤمنون بال... 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 باليوم الاخر ويؤمنون بالملائكه ويؤمنون في حساب وعقاب وكل وم... حاجه وجزاء يعني الذين يؤمنون بالغيب وبعدين الترجمه ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون فراح ربط الإيمان بالغيب الترجمة بتاعته إقامة الصلاة لأن ربنا عليه عليها وفي آخره والحاجة الثانية اللي ما يا معاه ومما رزقناهم ينفقون لذلك حتى جه الترتيب في أركان الإسلام الخمسة الشهادتين الصلاة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ترجم وترجم للإيمان وترجم للإسلام وبعدين ترجم بحاجة عبادية بينك وبين ربك وحاجه عباديه بينك وبين ربك بس هيستفيد من الخلق طبعاً. اللي هو النفقه طبعاً. لما نقرا ايات القران اللي جايه في النفقه هتلاقي حاجات عجيبه قوي قبل ما نخش يعني لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون عشان خاطر في الانفاق وفي الانفاق مما نحب درجه عليها والاثنين حلوين طبعاً. بس ده محتاج يعني إرادة أقوى طبعا طبعا ليه؟ لأن في خروج عن النفس وعن رغبات النفس طبعًا إنما الأولاني مطلق الإنفاق اللي هو الحلو عشان نربطه الواحد في الحياة الدنيا إيه اللي يطلبه إيه اللي مش عاوزه؟ يقول لك أنا خايف من اللي جاي وحزين ممكن على اللي فات أحسن أكون فرطت في حاجة كنتش مظبوط وخايف من اللي جاي هعمل فيه إيه؟ يعني عمر قد مضى لا أدري ما الله قادم فيه وعمر ات لا ادري ما الله صانع فيه هيعمل معايا ايه صحيح. قال لك عشان تامن من ضمن ادوات التامين ما تخافش الانفاق فجاء ايتين في القران في الطريقه دي الذين انفقوا الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى ما لهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون خافش من اللي جاي وما تحزنش على خوف عليهم طب طب ما ممكن يكون المنفق ده واللي مش بعد ما ينفق بي بيلجا للمن والاذى لكنه في نفس اللحظه هو او في نفس الوقت هو شخص عاصي لا لكنه هو منفق ماشي لو بينفق ولا يتبع ما انفقوا منا ولا اذى او الايه الثانيه بقى عشان نبين الحتتين اللي هيظبطوا لي حته اللي ايه لو بيعصي الايه الثانيه الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يبقى إيه ينفقوا ليل ونهار وسر وعلانيه يعني مش علانيه بس وسر كمان م. يعني ايه بيقدر يشكم نفسه أنا هعمل في السر. م. هنا لو واحد بيعمل كده بالمقتضيات دي بينفق امواله بالليل وبالنهار وسره على ده الثاني بينفق ولا يتبع ما انفق ما يقولش انا اديتك بقى وانا بعمل وما بعملش ولا في من ولا اذى الاتنين لو واحد عمل كده ده قل ان يعصي المعصيه مش هتقع منه كتير طب مم. ولو وقعت يا مولانا حسن معصيه قال لك الانفاق اكثر طريق يسند الانسان في الحساب الانفاق لكن بعض الاثار جت والاحاديث ان الانسان لو جه مقصر في الآخرة قال انظروا هل كان ينفق فكان ينفق قال تجاوزوا عنه ليه يسندوا بس ده كان بينفق ايه بالحاجات القيود اللي أنا قلتها طبعا طبع مفيش من طبع ولا أذى وبيصرف والنية خالصة لله لله كتير بقى ولا يهمه بقى الناس شايفه الناس مش شايفه أنا بتعامل مع ربنا لذلك إذا تعاملت مع الله في الإنفاق يغفر لك ما حدث منك من اخفاق اخفاق الله. في بعض الاشياء اه فبقول لذلك هو قال كده فلا خوف عليهم فيما هو ات ولا يحزنون مما فات يبقى لما نمشي في القران ياتي القران كده يبقى ده مش حاجات كتير على فكره جت فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون دي في درجه عاليه جدا فكان المنفق ده بالقيود والشروط دي ده في درجه عاليه لذلك مجرد ان في اختلاف بين البر والانفاق ما هو ده ياكد ان هو فعلا في درجه. طبعا ده درجات البر وبعدين ايه؟ لن ينالوا البر او لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وبعدين بيقول لك ايه؟ باتنان البر يعني هتاخده. شوف النوال هاي مش هاي هتاخد البر كده ويبقى معاك وحبيبك حتى تنفقوا مما تحبون من الاشياء التي إيه اللي انت بتحبها. اللي هي ايه؟ الواحد بيحب الفلوس. فيجي واحد يقول ايه؟ ما هو الاكل اللي هيفضل هتبرع بيه. حلو جميل بس ده بقى زياده عنك مش محتاجه هو حلو ما عليه مواصفات مما طبعا. تحبوه اه هو حلو ليه؟ ما انا ممكن أركينه ممكن اديه للقطه طب. ممكن مش عارف هربيه فدي حلو ده كلام وياخد اجر ان شاء الله انما الثاني لا ده اول ما اتعمل الاكل ما تطلعه شويه لفلان وهيقل شويه حلو يبقى ده مما نحب ان نتناوله الان طب. لو انا بحب الحاجه وعاوز اتناولها هو قال لي لو طلعت من الحاجه دي اللي في حضنك وتناولها هتحضن البر هتناله تاخده كده عندك كانه بتاعك انت لذلك عبر بلفظ تناله المناوله بالايد اهو او بالقلب او بالتلقي يعني كانه بقى في ايه خلاص يبقى البر كانه في قلبي وبقى في ايديا في الوقت ده هعمل اعمال صالحه لان خلاص البر دخل قلبي وبقى في ايديا هعمل اعمال صالحه يبقى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون حتى ان الناس يجوا وانا احسن حاجه بحبها ايه؟ كان انا قلت لحضرتك الامام الحسن البصري كان يعمل ايه؟ كان يتبرع بالسكر كتير ينفق فقالوا لي قال ده اكتر حاجه بحبها فعشان انا بحبها واخد بال حضرتك بحبها ساؤثر غيري ببعض منها فهدي الفقير حاجه بحبها واللي هو بيحبها غالبا الناس كلها بتحبها بس ايه هطلع من نفسي هو نفسي تبعد هو او لا انشكم شويه واطلع منك وادي شويه من الحلم بحبه ده لحد تاني يقولوا يعني انت خرجت من نفسك لربك يقولوا اه يقول له يا سلام ده انا هديك بقى عطيه اعلى مما اعطيتها انت ايه العطيه البر البر اللي هو اهم حاجه اللي جه في القران كله ان الواحد يعني ايه ما هو بر بر بر, بر يبقى نسمي الابرار طبعا اه ان الابرار لفي عليين وما ادراك ما عليون فال الدرجه العاليه دي بتيجي من الانفاق بس الانفاق اللي انا بالشروط دي دي بينت شرط احلى كمان ما هو سرا وعلانيه كله بيدخل على بعضه بيؤدي لبعض سر وعلانيه بالليل والنهار يعني انا بدفع من اللي انا بحبه لا اتبع ما انفق منا ولا اذى يبقى انا بعمل من اللي انا بحبه ليه؟ لانك بتعمل في كليهما لله يبقى هتدفع وتبذل مما تحب يبقى لله ليه؟ لأن الحد الصحيح الإنسان الصحيح مش هيحب حد أكتر من نفسه طبعا إلا رب العالمين يقول أنا بحبك أنت أكتر وأنت أمرتني بكده فأنا هدفع من اللي أنا بحبه ليك يا رب بس إيه للفقراء والمساكين طب إحنا زي ما وقفنا عند مما تحبون عايز أستسمح فضيلتك نقف شوية عند فكرة الإنفاق نفسها أوه. حتى تنفقوا وإحنا دلوقتي في زمن وأكيد يعني فضلتك لامس ده بنفسك زي الدنيا كلها ما بتشتكي وكل الناس فعلا ملسوعه ومكويه بنار الغلا. فالحاجه اللي كنا بنجيبها بقرش بقت ب 10 و15 و20 قرش. فبالتالي قدره على الانفاق وارد جدا تكون قله في الفتره اللي احنا فيها. وبقى اي قرش ينطبق عليه الكلام بتاع بما تحبوه لان احنا ما عندناش غيره اساسا. ففكره ان الواحد ما عندوش المقدره على العطاء او على البذل او على الانفاق نظرا لان كل قرش هو هينفقه من وجهة نظره هو شايف انه دلوقتي بيته وولاده اولى بيه ايه الوضع في الحالة دي عشان كده خير الصدقة من كانت من صحيح شحيح صحيح <تصفيق> <تصفيق> يعني جسمه ما فيش مرض ولا حاجة وشايف نفسه انه عمره طويل شايف كده وشحيح شحيح بيها ليه شاح بيها بيحبها شاح بيها الدنيا غالية انا اولى من غيري يبقى دي خير الصدقة لذلك الفقير المتصدق اعلى من الغني المتصدق ليه لان الغني عنده كفايته ودي زياده عنده انما الفقير ده انا بدفع من دم الحي زي كده يبقى انت بتدفع من دم الحي ده في نوع ايثار اللي عاليه عليها ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ما انا محتاج الدنيا غاليه اللي بقى قرش بقى بعشر قروش وعشرين قرش بس ما انا ما بقى 10 قروش وعشرين قرش ليا اه برضه للفقير بقى بالنسبه له نفس الحكايه طبعًا فأنا بقيسه معايا فقول فاقول طبعًا خلاص انا هاكل حته منه وهديله حته انا مش هقلل ده انا ممكن لو استطعت ان انا ازود او على الاقل ما اقللش يبقى الانسان هنا شوف الايثار الذي في الانفاق وقت الشده يبقى في ايثار والايثار ده ايه؟ اعلى درجه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون يبقى كان الانسان لما بيعالج نفسه من الشح ويعطي من الشيء اللي بيحبه ويعطي وقت الشدائد وهو محتاج لها ومع ذلك يعطي يبقى ده انسان عنده ربانيه كما نقول يتعامل مع الله عز وجل يبقى لما يكون عنده ربانيه يعني ايه يعني العمل بيطابق العلم العلم عندي ان في ايثار واحسان فان العمل بتاعي هيطابق اعمل به ويوثرون على انفسهم بالاحسان لغيرهم ممن يحتاجون مثلي ولو كان بهم خصاصة هم في عندهم فقر وخصاصة يعني خصاصة بتخص يعني شديدة قال بس هيدوا وراحت هي زيلت الآية ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون حكم عليه بالفلاح اللي هو في الحتة التانية فلا خوف عليهم أطلع. ولا هم يحزنون دي بتساوي تماما يبقى هنا شوف الإنسان إذا كنا مطالب منا في وقت الساعة ووقت إن أنت معاك تعطي أنت تكون أحسن لو أعطيت وأنت في وقت شدة بالبذل بس أنا عاوز أقول هنا لو واحد مثلا عنده أولاد وبينفقوا وكلام من ده وهكذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مدح الأشعريين الأشعريين دول قوم سيدنا أبو موسى الأشعري من اليمن فكان يعملوا إيه؟ كان لما سافروا معاه فالصحابة قالوا الطعام قال يا رسول الله ما عدا الأشعريين مش معنى الأشعريين؟ قالوا جمعوا الأكل اللي عندهم اللي عنده خمسين لقمة أو خمسين رغيف واحد عنده رغيف واحد عنده خمسة واحد جمعوا كله أو الطعام الموجود وقسموا على بعضهم بالتساوي فلما عمل كده حمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفعل وكان تملي يقول لك ايه بنسميها دلوقتي قسمة الأشعريين اه ايه بنلم وما بنعرفش واخدين من ده قد ايه وده قد ايه ده اكتر وده اقل بس الكل بيتقسم بالتساوي على الكل بيتقسم بالتساوي يعني بتلاقي فيها ايه بذل هنا واخراج مما تحب وغيرك الاقل هيتساوى بيك لان مفيش آآ آآ مفيش حد عالي الا في حد اعلى منه انا معايا عشرة واللي تحتيه معايا واحد بس في واحد معاه 15 فيعود من 15 عليا برضه زي ما عود على واحد وهكذا فيسموا قسمه الأشعريين مدحها الرسول ساعتها قال لهم نعم الفعل ما فعله الاشعريون انهم يقسمون ازوادهم بينهم ازوادهم على الاكل بتاعهم وهكذا فالانسان في وقت الشده بقى زي الحاله الاقتصاديه اللي تعم البلاد كلها والعالم كله عاوزين نعمل شيء من كده عشان ربنا يحبنا وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحبنا وعلى قدر ما تعطي بقدر الحاجه اللي امامك وبقدر حاجتك انت ليها الله يسد حاجتك بعد ذلك العطاء في حد ذاته دكتور مجدي ممكن يختلف مفهومه من واحد للتاني، بمعنى ان ممكن حد ما عندوش مشكله في فكره الانفاق والتصدق، لكن بيلاقي قدامه حد يعني رث الحال وواضح انه يعني بيسال بيسال الناس. فهو تلاقيه فاهم انه الصح من وجهه نظره يعني، ان هو يقول له ما انت كامل اهو صحتك زي الفل ولسه شاب صغير، ليه ليه تسال الناس؟ روح اشتغل، ويرفض ان هو يدي له اي شكل من اشكال المساعده، وفاهم ان هو بكده أنفق النصيحة دي من وجهة نظر أنها نصيحة شايف أن ده إنفاق ده هي ممكن دي في أضيق الحدود ومش مع كل الناس ولازم أنا بواعي بالمتلقي هيتلقي مني إزاي فلما أروح أقول له ما أنت هما تروح تشتغل ما أنت فيك عافية كذا كذا طبعا. كذا وأنا ما أعرفش داخلياته ما يمكن داخلياته نفسيته مهدمة وبيسأل الناس ما هو مش لازم بس البنية الظاهرة طبعا. فقط هو طبعا. من جوه عامل إيه ممكن يكون مش قادر بالفعل انا طبعا اللي بيعمله ده بتعمله على وجه الفرديه منك او الدوله اللي تعمله ليه لان بيبقى نصيحه واجراءات واحد انا شايفه وبيني وبينه على فكره يعمل يعني ايه بقى اللي زي كده هيديله وبعد ما يديله مش هيدوع منه ولا اذى يقول له ما لو قدرت الشيخ أشوف شغلنا يبقى احلى واكرم بس بعد ما اداله هيقول الله يبارك لك ويهديك وكده ما تبقاش كده ما مش, مش من, من, بس من ولا اذى الاذى لا اللي انا بعملهاش من ولا اذى مش بتكبر عليه او اتابى عليه او اعيب عليه او ان انا ممكن هو يقول لي واحد يقول لك ايه الله اعلم باحوال الناس ما يغركش الظاهر الله اعلم بالباطن ما هو ممكن واحد يسال الناس وهو داخله ثلاثه ومحتاج للبيت عشرة يقول لك انا عملت اللي عليا ومحتاج ثلاثه على فكره انا بعمل كده اخر النهار مثلا بعمل كده م. احنا مش بندعو للتسول او بتاع بالله طبعاً. يعني ضد التسول طبعا انما بندعو لل... لل... للرفق بالخلق ولو جالك حد كده ادي ادي مع الكلام الطيب او ما تديش مع الكلام الطيب او الحاجه الثالثه ما تديش بس مع عدم كلام سيء ولوش م. حاجه م. انما ما تديلوش بقى الناس تقابل انت عامل زي البتاع كذا وعيب كذا وعيب ما تروح وعيب على كذا عارف وعيب. إيه؟ آه. طبعاً. يا عم خلاص لا عاوز يعني عسلك ولا تلدعيني يا نحله فبلاش قول لي الله يسهل زي بتوع مصر زمان يقولوا الله يحنن عليك الله يسهل أي. لك أي. حلو جدا ده كلام جميل يعني الله يسهل لك من غيري ماشي م. انما اقول له ما تروح انت جسمك عامل زي الفحل ومش عارف م. انت تقدر تعمل ما ينفعش ليه عملت اتباع مني واذى من غير ما اعطي حتى صحيح. يبقى مش الايه صحيح. انا خرجت عنها خالص ولا هذا يبقى لا في انفاق وبس في من واذى يعني في سلب بس مفيش فيش ايجاب وسلب ده آه الايجاب آه والسلب قلنا ما ينفعش فانت هتدي سلب سلب هتبقى طاقه سلبيه عكس البرنامج بتاعنا اللي هو طاقه آه النور <applause> اه فاحنا عاوزين طاقه النور خلي ايجاب لذلك لو معكش او عاوز له نصيحه معكش ادعي معك له ربنا يسهل معاك أديله له وهيقول يلا ربنا يفتح ربنا يفتح لك بشغلنا شوف بقى مش تروح تشتغل ربنا يفتح لك بشغلانه لعل الكلمه لو خرجت من القلب توصل له ويحاول يدور على شغل هذا وبرده كان زمان يقول لك الملاف السعد ملاف السعد اه امال ايه <applause> طبعا ده يعني اصل قالوا ان الملاف السعد الملا يعني قالوا اقلام الحق مرتبطه بالفاظ الخلق بما يتكلم به الخلق فانت خلي كلامك نقيه عشان خاطر ايه ممكن ربنا يحققه او ما يحققوش وكذا قول الحلو عشان يتحقق وتبقى انت السبب في تحقق الحلو الانفاق من التعاطي اللي اتكررت كتير في ايات قرانيه متعدده وبصيغ مختلفه بس بنفس المضمون. اشمعنى الانفاق؟ طب ما في تعاطي تانية اشكال والوان. لان الانفاق ده من اعلى الاشياء. احنا جايين اصلا لمجاهده النفس في الدنيا دي. الابتلاء اللي خلق عليه الخلق, على الخلق لمجاهده النفس، مجاهده النفس في ايه؟ ان انا عاوز اقوم اصلي. ووقتي عامل نفسي مش فاضي مم. والفيسبوك واخدني وكلام من ده. أي. واحد تاني هقوم اصلي بس مش هدفع تعريفه مش هصف مش مش هصرف يعني ولا انفق. مم. فانا بقول له لا فبيخرج من نفسه بيخرج من نفسه هو عاوز يقول لك ايه؟ عاوز يقول ان الانفاق ده صفه ربانيه. فالصفه الربانيه صفه فعل الربانيه كده بينفق على طول. عبدي انفق انفق عليك. لحد ما قالوا اهل لما قالوا بيقول لسيدنا بلال بيد بي عمال يطلع وجيل سيد النبي قال له يعني الفلوس يعني عاوزين نظبط الدنيا قال له انفق بلال ولا تخشى من ذي العرش اقلالا بعضهم ايه يا انفق بلاله يعني يا بلاله بعضهم قال ايه انفق بلال ولا تخشى من ذي العرش اقلالا وعملوا بلال ايه يعني بلاله دي قال له انفق بلا لا آه بص عمال عماله ازاي؟ أهل الله خدوا آه منها إشارة إنفق وما تقولش لأ. وسي ليه؟ لأن الآية الثانية تقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. مش هتلاقي حتة فيها إنفاق إلا فيها عطاء. أي حتة هتلاقي فيها إنفاق هتلاقي فيها عطاء في الآية. العطاء ده هيبقى عطاء عالي جدا. لو جبت لي أي آية فيه وده كتير مش قليل في القرآن فيها إنفاق هتلاقي فيها عطاء من الله مش هيسيبك. على طول وبتبقى دايما محسوسه بشكل بشكل كبير جدا يعني فكره لما الواحد ينفق بتلاقي حاله تيسر من غير ما يبقى عارف يقفش هو التيسير جه لكن مشي الحال وكل الحاجات اللي كان قلقان منها ربنا يعني عدها عليه بخير وسلام ده بعض الناس حضرتك يعني بيعالجوا حالات الضيق الضيق المادي الضيق المعنوي اي حاجه بالانفاق ليه ودي مجربه وده الشريعه بتقول كده فيجي الدنيا واقفه معاه ومعاه فلوس قليله والدنيا بقت قليله بعض الناس اعرفهم يروح مطلع من القليل ده يقول لي اقول له ليه؟ يقول لي يا مولانا ما اصل القليل الحاجه الوحيده اللي جت في القران مضاعفه قوي يعني من جاء بالحسنات فله عشر امثالها عشرة لما جه في الانفاق مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال له دي موضع الانفاق بالذات اللي جت 700 يا مولانا ومش 700 فتح الافاق والله واسع عليم بعد كده ويضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فلما فهم كده انا هطلع مره في الانفاق هيبقى اكتر من 700 في الانفاق بس ده عاوز يقين بايات القران لان ايات القران واضحه بيسموها هنا قطعيه الدلاله واضحه ايه اللي هيعمل كده هتاخد ال 700 بقى حسنه في في الاخره ال 700 يعجلها لك وما ذلك على الله بعزيز ولا ببعيد ان يعجلها لك في الدنيا فايه في بعضهم اعرفه يقول لي لما دي عليا اطلع شويه اقول له بس انت بتطلع والناس والبيت محتاجه بتاع يقول لي ما, ما هتزيد بالطريقه دي من عاوز الزياده، من عملت جهدي كله وما فيش. فبدور على الحاجه اليقينيه اللي في القران بتجيبني، فانا هعمل كده. ويجد من نفسه بعد التجربه بهذا ان الله يعطيه بلا حدود. صحيح سبحانك يا رب. ده سواء بقى ايه؟ يعطيه مثل ما انفق وزياده بقى بالعطاء الكبير ده، او ان هو انفق عشان خاطر ايه؟ داو مرضاكم بالصدقه. أبو. أبو يبقى أبو. مريض. واحنا قلنا اي باب ينسد افتحه بالصدقه. اي باب باب رزق انسد بس بس انا أعيش قوي معلش طلع هتخرج من روحك اذا خرجت من نفسك وجدت ربك هتلاقي ربنا يديك على طول والتانية انا لقيت البيبان الاطباء قالوا مش نافع خلاص اقول له خلاص انا هطلع صدقه يروح اتفتح يبقى كل باب مقفول يفتح بالصدقه بالانفاق لذلك الانفاق ده كان حاجه عاليه وده خلق الانبياء والمرسلين لا وكمان تفصيلة علاني اتصدق يعني يعني ربنا بس اجل لي اجلي شويه مش, مش مش اصلي مش مش اصوم مش مش اعتمر مش احج لا عشان يتصدق. ده جاي في الارقام كده آه يعني لما جه ربنا سبحانه وتعالى بيقول له بي العبد بيطلب من ربنا ان يعني اتاخر شويه قال ايه؟ فاتصدق واكن من الصالحين يعني اخرني الاجل شويه او يعني عاوز ارجع اعمل صالحا فيما تركت. يقول له انا عاوز ارجع تاني ليه؟ اول ما فاتصدق واكن من الصالحين، صدقه ليه؟ لان دي بتقرب قوي لانها بتخرج الانسان عن حبه لذاته قوي. طبعا وربنا يقول لك ايه؟ ما تحب ذاتك قوي كده حب اللي حواليك برضه وحب ربنا سبحانه وتعالى، الانفاق فيها حب لله وحب للناس. الامر ده يجيب لك الحب ويجيب لك الزياده. والله انا مش دايما يعني ماليش قلب انهي الفقره اللي فضلتك بتنورنا فيها كل مره والله بس للاسف انت عارف محكومين بفتره زمنيه معينه والوقت يعني في الفقره دي بيوشك على الانتهاء يا دوب اشكر فضلتك جزيل الشكر نورتنا كالعاده شكرا جزيلا لفضلتك طيب احنا هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع نكمل حلقتنا اتفضل مشاهدينا في كل مكان في الجزء الثاني من حلقتنا النهارده هينورني ويشرفني الدكتور مصطفى العكريشي الداعيه الاسلامي يا مساء الخيرات يا دكتور مصطفى يا مساء الانوار وكل لحظه انت بتوحشني حبيبي ربنا يخليك <applause> ربنا يبارك فيك يا رب <applause> احنا دا يعني ابتداء من دلوقتي لغايه اخر ثانيه من ثواني حلقتنا النهارده هنترجم بقى بشكل عملي اللي كنا بندردش فيه من شويه انا ودكتور مجدي عاشور فكره الانفاق نعم <applause> 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 و... طالما طيب هنتكلم عن الانفاق وطالما هنبتدي نستعرض مع حضراتكم تفاصيل اتنين من اهم المبادرات اللي بتقوم بيهم وبتنفذهم مؤسسه نبض الحياه خلوني مبدئيا كده اعرف حضراتكم ان مؤسسه نبض الحياه ليها اربع عناوين مختلفه وهم ظهروا على الشاشه حالا قدام كل حضراتكم. الملف الاول اللي هنفتحه دلوقتي الشكل الجميل ده من اشكال الصدقه ومن اشكال الانفاق اعمار المساجد هنشوف له تقرير الاول بعد كده ندخل بقى في تفاصيل هذه المبادره تابعوا معنا. في قريه فدان الفئي بمركز سيدي سالم بكفر الشيخ، كان الاهالي على موعد مع مؤسسه نبض الحياه لحل مشكله مسجد القريه. المكان الذي اذن الله سبحانه وتعالى في ان يقام هذا البناء فسخر له نبض الحياه. ورحله مؤسسه نبض الحياه في عمل الخير بفضل الله سبحانه وتعالى بدات وما بتنتهيش. جت مؤسسه نبض الحياه بالفعل واستكشفت المكان واستكشفت حال المسجد وفعلا تيقنت على ارض الواقع ان هو المسجد الفرد، المسجد الوحيد هنا في المكان، بصينا على حال المسجد لقينا حال المسجد مقفول، كان لازم مؤسسة نبض الحياة يبقى لها دور، كان لازم مؤسسة نبض الحياة يبقى لها هدف جميل جدا ورئيس، حضراتكم اللي عودتونا عليه ان احنا ما نسيبش المسجد على الحالة ديت. والمسجد لانه كان قايل للسقوط، فمؤسسة نبض الحياة كعادتها قامت بتلبية نداء الاهالي. واحنا بنخافوا ان هو نكونوا بنصلوا فيه يجي عليه واحنا بنتمنى ان احنا نقضي فرض الله في بيت الله وقام فريق نبض الحياه بزياره مكان المسجد للبدء في عمليه الاحلال والتجديد ربنا سبحانه وتعالى ارسلنا علشان نقوم باحلال هذا المسجد وعلى الله قصد السبيل ولما دخل المهندس داخل المسجد عشان ياخد جوله تفقديه لا اغلب الجدران داخل المسجد مليانه بالشروخ، ومسجد ما فيهوش اعمده، يعني حتى الشكل اللي انتم تشوفوا من جوه كأنه هو عمود، لا ده طوب مبني قايل للسقوط، ناس خايفه على ارواحها وارواح ابنائها، ونفسهم وحقهم ان يعني يكون عندهم مسجد في القريه، ويكاد يكون هو المسجد الوحيد الموجود في القريه. ومسجد فدان الفقي هو المسجد الوحيد للاهالي اللي كانوا مضطرين يصلوا خارج المسجد لعدم صلاحيته للصلاه. وطبعا الجامع زي ما انتم شايفينه كده مشرخ وهايل للسقوط. واحنا طبعا قبل ما نخافوا على نفسنا نخافوا على اولادنا. مؤسسه نبض الحياه وعدت اهالي قريه فدان الفقي ببناء المسجد في اقرب وقت، ومع انتهاء عمليه الاحلال هيتم البدء في خطوات اعاده بناء المسجد. تعالوا نتكاتف ونتعاون ان احنا نعمل احلال وتجديد للمسجد ده في اقرب وقت ممكن. وبمساهمتكم هنقدر نحقق امل اهالي قريه فدان الفقي في وجود بيت من بيوت الله يرفع فيه الاذان وتقام فيه الصلاه. عارف انت هتشارك في ايه؟ في اعلاء كلمه الله اكبر خمس مرات كل يوم وليله، بادروا، سارعوا، سابقوا في فعل الخيرات فانها عمل الانبياء والمرسلين. تبرعك في بناء مسجد هيحقق لك ثواب الصدقه الجاريه والفوز ببيت ليك في الجنه. الله على جمال المساجد الصغيرة اللي بتكون دايما موجودة في المناطق الخضراء في الأرياف وفي وسط الزراعات بتبقى مريحة للأعصاب أكتر ما هي مريحة خنقة بحكم إن يعني احنا بنتكلم على مساجد في نهاية المطاف أنت قلت مساجد صغيرة صح؟ لا بس ده مش ده أنا بتكلم على الفكرة نفسها استنى بس المسجد ده أنا بقى بزف بشرة للسادة المشاهدين اللي ربنا سبحانه وتعالى هيمن عليهم إن هم يتصدقوا لصالح مسجد فدان الفقي مركز سيدي سالم محافظة قفر الشيخ م. ان الحاجه حماده ربنا يبارك فيها يا رب عنده ارض جنب المسجد هيوسع المسجد الله الله ربنا يبارك له <applause> فهتبقى ساعه بفضل الله عز وجل طب. وقال اي حاجه يحتاجها المسجد بفضل الله عز وجل واي مساحه انتم محتاجينها فان شاء الله بفضل الله عز وجل نوسع المسجد على قد ما نقدر كل ده متوقف عليه متوقف على مساهمات الساده المتصدقين وخاصة بقى في بناء المساجد، الأماكن الجميلة جدا. على فكرة بذكر السادة المشاهدين إن مؤسسة نبض الحياة شغالة حاليا في أربعة مساجد. أول مسجد شغالين فيه في مسجد الرحمن عزبة عبد الكريم التابعة لقرية الحجيرات، مركز قنا، محافظة قنا. واللي شاء الله ربنا يسهل بإذن الله يعني هنشوف العظمة والجمال كله في المسجد ده. قبل فترة كبيرة ب... يا رب. يعني كل ده متوقف على مين طبعاً على الساده المتصدقين هم اللي هيحددوا المواعيد بتاع الافتتاح اثنين مسجد العزبه البيضه في مركز قطور في محافظه الغربيه ثلاثه مسجد الكبير في قريه البريجات التابعه لمركز كوم حماده في محافظه البحيره ومعانا كمان مسجد قريه فدان الفقي التابعه لمركز سيدي سالم في محافظه كفر الشيخ اللي احنا شفناه من شويه في التقرير رب العالمين سبحانه وتعالى بيسئلنا يعني المساجد الجميله دي بيوتي انا بفرح قوي 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 <applause> لان الله سبحانه وتعالى قال بيوتي في الارض المساجد بيوت ربنا سبحانه وتعالى كل واحد من الساده اللي هم كانوا بيتكلموا دلوقتي في التقرير ما بيتكلمش عن بيته انه عاوز يبني بيته لا ده انا عاوز ابني بيت ربنا سبحانه وتعالى طب وانا بقول لكل الساده المشاهدين انت مش عاوز تبقى من المبشرين بالجنه ليه وان ربنا سبحانه وتعالى ارسل لك البشره على لسان حبيبه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لما قال لك من بنى لله مسجدا ولو كان مفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنه، واتفقت انا والاستاذ كريم عملنا اتفاق قبل كده ان كلمه مسجد معناها ايه؟ مكان للسجود أي مساحته ايه؟ يا حبيبي ايوه ايا كان المساحه طحيح. بقى لو لو وفرت له حاجه واحده بس طبع. حتى اهالينا يا استاذ كريم في مركز سيدي سالم في قريه فدان الفقي مش عاوزين يبعدوا عن المسجد عارف المسجد حتى كمان هو مغلق وقايل للسقوط كده بيفرشوا حصيره جنب أولية. المسجد علشان خاطر عينيهم تبقى متعلقه بايه؟ بالمسجد، أب. يعني منتظرين اللحظه ان المسجد دوت هيفتح ابوابه ويستقبلهم كمان. هو انتوا عموما في المؤسسه في ملف المساجد بصفه خاصه الشكلين اللي بتتعاملوا من خلالهم مع الملف ده اما استكمال بناء أيوة. او احلال وتجديد. اه طبعا لكن ما فيش بناء من العدم. لو في حت لو في قطعه ارض ومفيش مسجد في قلب المكان لا ممكن نبنيه ودي دي حصلت معاكم ولا لغايه دلوقتي لا كان في بعض لا في بعض الاماكن بفضل الله عز وجل بس احنا, بس احنا دايما بس اه بس احنا دايما ايه يا استاذ دايما رب العالمين سبحانه وتعالى بيرزقنا بقى بالناس الحلوه الناس الجميله اللي هم بيتصلوا على مؤسسه نبض الحياه ويقول في مسجد قايل للسقوط ما احنا في عندنا في مؤسسه نبض الحياه فقه اسمه فقه الاولويات فقه الاولويات ده موجود وده موجود بس انا يعني في ناس مرتبطه بمسجد فاعمل ايه؟ الحقهم بفضل الله عز وجل أوه من ان المسجد دوت ينهار عليهم لا قدر الله والكلام ده حتى يعني في فتره قريبه لسه ما كملناش شهرين في اخ قارئ للقران شاب لسه كان بيصلي في مسجد من المساجد الاهليه في محافظه المنوفيه وعليه المسجد مات لا اله الا توفي لا <applause> لا فيعني عليه رحمه يعني الله هو طبعا الموضوع حزين من, من معظم جوانبه لكن في جانب واحد بس مشرق اللي هو يعني يا لها من يعني ختمه لحياته ختمة <applause> يعني أمينة. والله ندعو الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياه حسن الخاتم امين يا رب فده اللي بتنادي بيه مؤسسه نبض الحياه في كل لحظه ان احنا عاوزين فعلا يبقى في بر بيننا وبين بعض اصل في ممكن حد دلوقتي من الساده المشاهدين يقول ايه؟ يقول لك انا مالي وماله يا جدع تقول زي ما القران بيقول: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. صحيح. يقول لك ربنا لو بيحبوهم ما لهم حد يشيل لهم المسجد، طب وأنت ما أنت شايف أهو فضل ربنا سبحانه وتعالى قدامك أهوّت، ولسه بنتكلم عن البر، دول دول إخواتك، أي حد بيصلي في المسجد بتاع فدان الفقه زي ما أنت شفت كده، الحاج علي أو الحاج حمادة أو 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 الحجة إبراهيم هناك، أي حد من دول ده ده أبوك، وأي حد من الشباب ده أخوك، وأي حد من الأطفال ده ابنك. واي ست بتصلي في المسجد دوت دي امك او اختك او طبعاً بنتك طبعاً. يعني كلنا بفضل الله عز وجل واحد القربه مش القربه بس اللي هم القرابه لا عايزين نوسع الدوائر ان كلنا على مستوى جمهوريه مصر العربيه فرد واحد صحيح خلونا نشوف كمان تقرير اتفضل في قرية البريجات بمحافظة البحيرة، مؤسسة نبض الحياة قدرت تنتهي من التشطيبات الداخلية. كل مرحلة بنقول لكم يا جماعة احنا وقفنا عند المرحلة الفلانية ومحتاجين تبرعات ان شاء الله عشان نكمل كان بيكون في دعم ومساندة من حضراتكم عشان نكمل الصرح بالشكل الجميل الرائع اللي حضراتكم شايفينه ده. واحنا النهارده في مرحلة التمام، يعتبر النهارده معالم المسجد الكبير في قرية البريجات مركز كوم حمادة محافظة البحيرة يعتبر اكتمل على الوجه اللي احنا عاوزينه معانا ميزانتين الميزانتين اللي إنتوا حضراتكم شايفينهم دلوقتي معايا في الصوره الميزانتين دول واقفين على ايه على التشطيبات واعمال الكهرباء وربنا يبارك في كل واحد ساهم في هذا الجامع الكبير اللي هو اكبر جامع في قريه البرجات نشكر مؤسسه نبض الحياه على تطوير الجامع بقريه البرجات وطبعا الجامع محتاج برضه لسه في حاجات كتير في عندنا السجاد اللي هو صاحل الجامع والدور الثاني والدور الثالث اللي هو مصلى الحريم. ومع انتهاء اعمال الفرش والميزانتين هيكون المسجد مستعد لاستقبال المصلين في احسن صوره. المسجد الكبير اللي بيسع اكثر من 400 مصلي بيصلي جوه المسجد ده، يعني 400 ركعه، يعني 400 تسبيحه، يعني 400 سجده. وحاسس ان انت كنت سبب في ان واحد يقعد على فرشه كويسه ساهمت فيها وشايف واحد ماسك مصحف بيقرا الورد بتاعه من القران وكمان بيقرا سوره الكهف يوم الجمعه لان الافتتاح هيكون يوم الجمعه ان شاء الله مش هنسيب المسجد ده الا وكل تفصيله مكتمله على اكمل وجه مساهمتك هتحقق حلم قريه البريجاد بالبحيره ويحقق لك الفوز ببيت في الجنه اكبر جامع في البلد وهو لم بالبلد كله واحنا مستنيين يوم افتتاحها بتاع الجامعه الكبيرة اللي هو وجهه البرجات ما عادش الا ايام على رمضان يعني النهارده لو احنا ما تحركناش باسرع وقت خلي بالك ممكن العمل العظيم ده يتم بعد رمضان والمأزلة زي ما حضراتكم شايفينها لي عليها حاجات بسيطه ان شاء الله الألوار اللي هتزينها والدهان اللي, هتزينها اللي هيزينها اللي هيظهر الشكل الجمالي بتاعها ده اللي يخلي كل واحد في اهل القريه في البريجات في محافظة البحيرة يشوف المهزلة من أبعد مكان فيجي لها مهرو إليها لأن الجمال الخارجي شد ليها ولسه فاضل كمان إيه؟ النجفة اللي هتنزل من القبة اللي حضراتكم شايفينها ديت بس يا ترى النجفة ديت هنركبها إمتى؟ لما أحد المتصدقين يتصل دلوقتي ويقول انا متكفل بالنجفه ديت انا متكفل بالنور ده اللي هيشيع نور لكل المصلين ويدخل عليهم البهجه والسعاده والسرور ساهم عشان يكون لك ثواب المشاركه في استكمال بيت من بيوت الله ما شاء الله جميل المسجد وتشطيباته جميله من جوه ومن بره الحمد لله الحمد لله رب العالمين زي بس زي ما نقول بالبلدي كده فضل على حلوتك طبعا يعني خلاص بفضل من ربنا عز وجل يعني المئذنتين يتشطبوا ونخلص أعمال الكهرباء والفرش بتاع المسجد وإن شاء الله يبقى المسجد بفضل الله عز وجل يعني مفتوح البابين لاستقبال السادة المصلين وده أكبر مسجد موجود في قرية البريجات التابعة لمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة وشكله كده والله أعلم إن شاء الله رب العالمين يخلص قبل رمضان يا رب اللهم امين الله. يا رب بقى حد يتكفل زمانه كنت بتكلم في بس هي فعلا على قولك صحيح يعني يعني حد يتكفل كمان بالنجفة الجميلة كده اللي هتزين المسجد وتدخل عليهم البهجة والسعادة والسرور وتشيع نور في قلب المسجد أه. رب العالمين سبحانه وتعالى بيتحفنا بالمساجد ديت بهديته سبحانه وتعالى ببيوته الجميلة كل واحد فينا يا استاذ كريم بيحاول يقرب الناس من رب العالمين سبحانه وتعالى أصل السجود ده احنا سميناها مساجد ما سميناهاش لمراكع ولا أيوة. سمنها كمان مقام ولا اي حاجه لا سمنها مسجد ليه لان اقرب ما يكون العبد من ربه ساجد وهو ساجد السجود ده حاجه عظيمه جدا يا حبيبي طبعاً لما زي ما رب العالمين سبحانه وتعالى قال لحبيبه واسجد واقترب فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين انت بتعمل مكان وبتحاول تاسس مكان وتساهم في مكان وتشارك في مكان بيقرب الناس من رب العالمين سبحانه وتعالى طب فين بقى انت من الكلام الجميل دوت خلاص انا نفسي افتتح المسجد ده ان شاء الله قبل شهر رمضان المبارك علشان خاطر الناس تستقبل شهر رمضان وهم في مسجدهم ربا. قاعدين بقى ماسكين المصاحف يا سلام ربا. ربا. يا سلام على السابقين بقى الناس اللي هتسابق دلوقتي بفضل الله عز وجل ويقول لك انا المئذنه ديت انوارها كلها عندي أنا متكفل بال بالميزانتين دول، حلو. حد مثلا يقول لك أنا متكفل بإيه؟ بنجفة النور ديت، حد يقول لك أنا تشطيبات الكهرباء عندي، حد يقول لك الفرش بتاع المسجد يعني التبرعات ممكن تكون عينية أو مادية عادي خالص ما فيش أدنى مشكلة، أنت عارف أهم حاجة المادي منها, إيه؟ منها فيش حد أدنى ولا لا حد أقصى خالص حلو. خالص خالص باللي بفضل الله عز وجل تقدر عليه، أنا بس يعني إيه في عندي سنة حزن كده يا أستاذ كريم حلو. إن يعني الصدقات في المساجد حاليا يعني قليلة شوي يعني الناس مرتبطه اكتر بملف الميه مفيش ادنى مشكله وده بيفرحنا على فكره طيب انا ببقى معي. بص في غايه طيب. السعاده طيب. وغاية الفرح طيب. يعني ببقى في حته تانية بس برضه بيوت ربنا سبحانه وتعالى يعني اللي نفسي بفضل الله عز وجل ومن فضل الله ان احنا نفتتحها في اسرع وقت دي, دي مكان لنزول الرحمات طيب. دي مكان تغشى الناس فيه السكينه وتتنزل عليهم فيه من الرحمه ويذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده ويا رب ما يكونش كلامنا مجرد سطور ولا كلام بيدور جوه الصدور كلامنا باذن الله بعده مساجد بالنور هتفور ونفتح لكل احبابنا طاقه طيب الطوب يا حبيبي اللي هنطلع منه فاصل سريع ونرجع نفتح معاك ملف جديد اتفضل <applause> اتفضل <applause> <applause> التحيه لكل حضراتكم مشاهدينا كل مكان واكيد بجدد الترحيب بالدكتور مصطفى العكريشي اللي منورنا في الجزء الثاني من حلقتنا النهارده من طاقه نور تعالوا افكركم كمان مره بالعناوين المختلفه لمؤسسه نبض الحياه وهي ظهرت قدام حضراتكم على الشاشه الكلام دلوقتي هيكون عن وقف النخيل بس الاول هنتابع معاكم تقرير وبعديها نفتح الكلام تفضل مشروع وقف النخيل بمؤسسة نبض الحياة هو أكبر مشروع خيري استثماري بيستهدف دعم كافة أعمال الخير. النهارده جايين نبلغ حضراتكم وننقل لكم السعادة والفرحة والسرور من على أرض الواقع من مزرعة حضراتكم من مزرعة مؤسسة نبض الحياة اللي ربنا سبحانه وتعالى طرح فيها البركة والسعادة والسرور. في العام الماضي كانت بشاير هذا الحلم الذي بدأناه أصبح اليوم حقيقة. إن دل على شيء فإنما يدل على قبول الأعمال التي قمتم أنتم بها ونحن كنا في طريقكم لتنفيذ هذا التبرع وهذا الوقف لوجه الله إن الله يتقبل الصدقة بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة ده في علم الغيب ما بنشوفوش لكن ربنا سبحانه وتعالى بيدينا أمارات عشان نتشجع على الصدقة فبنشوف حاجات بتتربى قدامنا برضه من قبيل الصدقة مؤسسة نبض الحياة قدرت أنها تنفذ زراعة ست مراحل مختلفة من وقف النخيل في سهل قروين بالفرافرة في محافظة الوادي الجديد من قلب مزرعة وقف النخيل الخيري هنا في مؤسسة نبض الحياة كل زيارة لنا بتكون مختلفة عن الزيارة اللي قبلها كل زيارة بتملأ قلوبنا بالفرحة والسعادة والسرور الغير عادي غير منقطع النظير لأن كل مرحلة بنشوف فيها شكل جديد كل مرحلة بنشوف فيها حالة جديدة مرحلة الإنتاج زي ما حضراتكم شايفين قدام عينيكم بتبدأ بالتقليم والتشويك ليه؟ علشان خاطر نبدأ لمرحلة الحصاد من التلقيح ونشوف الإنتاج وشكل الثمر وهو موجود على النخيل وعشان يفضل باب الخير مفتوح هيكون في زراعه للمرحله السابعه بوقف النخيل في 27 و28 ابريل القادم وكمان مؤسسه نبض الحياه قررت ان باب المساهمه يفضل متاح للمشاركه حتى اخر يوم من ايام زراعه المرحله الجديده عشان كده مؤسسه نبض الحياه بننقل ليكم الحدث اول باول لسببين بشره ودعوه بشره للي كان معانا في الاول يشوف الصدقه بتاعته بتتربى ازاي وبنراعيها ازاي ودعوة عشان اللي ملحقش المراحل دي يلحق المراحل اللي جاي بمساهمتك بنخلة مع مؤسسة نبض الحياة هتضمن صدقة جارية خيرها يعم وثوابها يفضل لك في الدنيا والآخرة لو تشوفوا حضراتكم يعني تعبيرات وش الدكتور مصطفى هو سرحان ومش سرحان ده غرقان في التقرير ويتفرج على التفاصيل وانا انا بقى سرحت في سرحانك حبيبي وقلت اكيد دكتور مصطفى دلوقتي الابتسامه الحلوه اللي مرسومه على وشه دي عشان هو كان من الناس اللي راحوا للمكان ده وقت ما كان ما ولا فسيله واحده أيوة صحراء الله. جرداء أيوة ودلوقتي بسم الله ما شاء الله بنتكلم على ان كمان يعني فتره قريبه جدا او يعني فتره قليله هيبقى في الموسم السابع يعني موسم الزراعه السابع فانت حضرت كل الكلام ده من اول يوم ايوه فكل الكلام ده بقى اترجم بصوره ضحكه ايوه مرسومه <applause> كده بس فيها شيء من الشجن على فكره <applause> ليه بس؟ <applause> مش عارف ده اللي حسيته والله والله العظيم ده لا دل بجد شكل الصفوف بتاع النخل لا بفرحني جدا 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 وان النخله اللي شايفها قدامي كبرت وكان انا بشوف بتول بنتي او اماني او استبرك وهي بتكبر قدامي والله بجد شايفهم قدامي وهم فرحانين وهم مبسوطين وهم بيكبروا قدامي شفت انت وانت بتربي ابنك وهو لسه طفل صغير رضيع وبعد كده كبر شويه واحنا بنتابع في مؤسسه نبض الحياه كل لحظه ايه اللي بيجرى في المزرعه ما فيش انقطاع ما بيننا وبين المزرعه ما حدش يقول المقر الاداري هنا في الدقي والمقر بتاع المزرعه في سهل قروين في الفرافره في الوادي الجديد فانتوا هتتابعوا ازاي لا ده احنا عندنا متابعه لحظيه للمزرعه واللي بيحصل في المزرعه وفي تقريرات يوميه ايه اللي بيحصل في المزرعه وفي كوادر فنيه وهندسيه على اعلى مستوى شغاله هناك في المزرعه وفي عماله على اعلى مستوى شغاله في المزرعه يعني اذا بفضل من ربنا عز وجل الفرحه والسعاده والسرور اللي بحكي عنهم في كل تقرير بحكي عنهم في كل لحظه متحققه بالفعل ليه لان احنا مؤمنين في مؤسسه نبض الحياه ان العمل القائم على التخطيط الجيد اساس النجاح اكيد لازم احنا بنطلع منه على فكره وده ليه مليون اماره واشاره ودلاله الحمد من خلال لله. الملف ده لوحده الحمد يعني لله الوقف النخيل لوحده بيقول الكلام كله بفضل من ربنا عز وجل و و والدلائل على كده كمان ان احنا وصلنا للمرحله السابعه <applause> اللهم لك الحمد <applause> والشكر رب الموسم السابع يوم سبعة 27 و 28 ابريل 2024 بعد العيد يعني خلاص بفضل من ربنا عز وجل المرحله السبعة جايه <applause> فمنتظرين كمان ان الناس انها تعمل ايه بقى؟ تكتر بفضل الله عز وجل اللي كان له نخله في السابق لا يبقى عنده اثنين وثلاثه واربعه وخمسه واللي كان في ناس كانت معانا بسم الله ما شاء الله لهم ست نخلات ابص ايه بقى؟ عمل سبع نخلات وثمان نخلات و12 نخله وفي ناس بفضل الله عز وجل واخده فدان بالكامل. ما شاء الله. جمال وعظمه يا كريم وقرب من ربنا سبحانه وتعالى وبر وانفاق طبع. اللي ربنا سبحانه وتعالى قالها لنا في القران في اية البر سوره البقره، ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، مش المهم انك بتصلي نمت اي إبلة ولكن الاهم ان صلاتك تبقى واقع عملي تترجم طبع. وتبقى واقع ملموس وعايش بيه وسط الناس ان الصلاه تبقى متقده. نور متقد ما بين جنبيك ويتحول لواقع عملي ولكن البر من امن بالله انت امنت بربنا سبحانه وتعالى وحده لا شريك له امنت انه هو الرزاق سبحانه وتعالى طبعا فخلاص طبعا اوعى تقول ان مالي هينقص 5000 جنيه لا ده بالعكس ده هيزيد بركه بفضل الله عز وجل ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه شوف الجمال بقى واتى المال اتى لما قالش اعطى قال اتى يا استاذ كريم لان الاتيان بيكون من مالك الخاص ده مال السبشال بتاعي سماين ده بتاعي انا ده مالي الخاص انا انا بعطيه لوجه الله سبحانه وتعالى مال انا عرقت وتعبت فيه وجت عند البدايات ما كانتش صعبه لاني ببص على النهايات مع رب العالمين طبعا. سبحانه وتعالى واتى المال على حبه حبه حب المال ولا حب الايتاء ولا حب العطاء ولا حب الله سبحانه وتعالى حب الأربعة بسم الله الرحمن الرحيم الإجابة الصحيحة الأربعة الأربعة الله يرضى <يردع> عليك <applause> وآتى المال على حبه عشان كده نلاقي من البر ناس اسمهم الأبرار إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا مش لازم الاسير اللي هو يكون اسير الحرب او الكلام ده ممكن يكون يا حبيبي ويا مكترهم يا حبيبي اي أيوة والله يعني واسيرة والمتصدقين يا منظرهم يلا بقى طالما انتوا <applause> <بدهاش> يا مكترهم <applause> يبقى منظرهم <applause> خلونا نتابع كمان تقرير اتفضل الحياة في بعدها فهناك زيارات ومتابعة مستمرة لكل نخلة زرعت ومش بس كده كمان في إشراف زراعي على أعلى مستوى لمتابعة نمو الفسائل اللي تمت زراعتها وبفضل من ربنا عز وجل زي ما حضراتكم شايفين رعاية مستمرة في كل لحظة شفنا دلوقتي الفسيلة وهي حواليها الكيب الكيب ده إيه؟ الكيب دوت لحماية الفسيلة لأن هي لسه صغيرة فلازم نحميها من عوامل الجوية وكل متبرع بنخلة يقدر يطمن على نخلته من خلال التواصل مع مؤسسة نبض الحياة وكل ده عشان نبض الحياة بتحافظ على المصداقية مع كل اللي وثقوا فيها ويساهموا معاها في وقف النخيل دي صدقات حضراتكم اللي بترعاها مؤسسة نبض الحياة لحظة بلحظة بكلم حضراتكم من المرحلة السادسة اللي كانت بجد مرحلة ممتعة ومنتظرينكم في السابعة وعشان يفضل باب الخير مفتوح، هيكون في زراعة للمرحلة السابعة بوقف النخيل في 27 و 28 ابريل القادم. وكمان مؤسسة نبض الحياة قررت ان باب المساهمة يفضل متاح للمشاركة حتى آخر يوم من أيام زراعة المرحلة الجديدة. طيب احنا دلوقتي فاضل دقيقتين على نهايه حلقتنا والدقيقتين بالكامل ملك الدكتور مصطفى الاكريشي. ربنا يبارك فيك يا رب. تقول لنا فيهم ايه؟ انا بس هاخد من وقف النخيل الخيري الجميل دوت ايه في سوره مريم. ربنا سبحانه وتعالى قال للسيده مريم وهي في المخاض وهزي, وهزي اليك بجذع النخله. طب هي في المخاض وهتولد تقدر تهز جذع نخله؟ المنطق يقول لا. المنطق يقول لا. بس هي عملت ايه؟ استجابت واطاعت امر الله سبحانه وتعالى. هي عليها بس انها تطيع ربنا انها تنفذوا بس دابع لما هزت جذع النخله تساقط تساقط عليها جاي وانت برضه دلوقتي اي حد الساده المشاهدين يهز نفسه دلوقتي هز نفسك بفضل الله عز وجل وتهز كده واخرج من اسوء قلبك وحب المال وحب دا الدنيا دا والنفس والشيطان والهوى دا واخرج كل ده من قلبك بفضل الله عز وجل وهز نفسك كده واخرج لوجه الله سبحانه وتعالى صدقه ب 5000 جنيه تكون في وقف النخيل الخيري هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يساقط عليك بركات جلية فتاكل وتشرب وتقر عينك ربنا يوعدنا جميعا يا جميع دكتور مصطفى انا بشكرك على وجودك معانا النهارده شكرا جزيلا نورتنا كالعاده انت النهارده بص خلصت الحلقه بسرعه <applause> <applause> خلص بشكرك على كل وجودك لحظه, لحظة وانت طيب الف صحه وسلامه أمين. وبفرح جدا وانا في معيتك ربنا يخليك يا فندم احنا بنسعد بصحبتك الكريمه بلدك. واكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن المتابعه وبإذن